استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الفريق أول مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب جلالته بالفريق أول مارك ميلي مشيدا بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك كحليفين وصديقين، منوها جلالته بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي على الصعد كافة لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية. وأثنى جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه على الدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها في دعم أمن واستقرار المنطقة وتعزيز السلام على المستوى العالمي، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لكافة هذه الجهود والمساعي الدولية. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي عن تقديره للتعاون العسكري بين البلدين واستمرار تطويره والعمل معا كحليفين وصديقين، وحرص جلالة الملك المفدى على توطيد العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون التاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية.